بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استكمالا للجزئية اللي حكينا عنها، الجرام نيجاتيف اللي خارج إطار المجموعات اللي درسناهم. بدأنا المحاضرة السابقة بأي مجموعة؟ فرانسيسيلا تولرنسز. واليوم حتكلم عن هيموفلس وحتكلم عن بوردوتيلا، وإن شاء الله المحاضرة الجاية حتكلم عن الليجيونيلا بإذن الله. نبدا ان شاء الله بالهيموفلس. بدي اطلع بس قدامكم، تطلعوا قدام على اللوحه اللي امامنا هنا، فيها صوره معبره. الصحيح البكتيريا ماخذه جرام نيجاتيف باسيلاي، في منها اذا بتلاحظوا فيلامنتس فورمز، فيلامنتس يعني خيطيه. هذه الصفه قد نراها في الهيموفلس، واذا رايناها فهي مؤشر ان البكتيريا هي هيموفلس. احد النقاط المهمه اللي لازم نبدا فيها ايضا اليوم في محاضرتنا انه الهيموفلس في معلومات مرتبطة بها وليس بغيرها. هذه البكتيريا جرام فاريابل، يعني قد تصبغ جرام بوزيتيف وقد تصبغ جرام نيجاتيف. هذه مشكلة انه تكون البكتيريا مش واضحة المعالم، هل هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. في كمان صفة يجب ان نلصقها بالهيموفلس انفلونزا منذ الان، وهي its requirement for X and V factors. اعتقد انكم في المعمل درستوه. فالX and V factor يعني جزء من الريكويرمنت للبكتيريا وجزء من عملية التعرف على البكتيريا بالأساس على شوكولات أجار. الآن عندي مجموعة كبيرة من السبيسيز في القائمة، عندي هيموفلس انفلونزا والبيوتايب B هو الموست امبورتانت among the هيموفلس انفلونزا، عندي هيموفلس بارا انفلونزا، هيموفلس هيموليتيكاس، هيموفلس ديوكري، هيموفلس افروفيلس، هيموفلس بارا افروفيلس. لاحظوا هنا في عندي انفلونزا وبارا انفلونزا، هنا عندي افروفيلس وبارا افروفيلس، يعني نوع من التشابه. في عندي هيموفلس سيجنس وهيموفلس ايجيبتياس، ايجيبتياس المصرية، تمام؟ يعني عندنا بكتيريا هيموفلس بطعم مصري خالص. نقراهم كمان مرة. هيموفلس انفلونزا، هيموفلس بارا انفلونزا، هيموفلس هيموليتيكاس، هيموفلس ديوكري، هيموفلس افروفيلس، هيموفلس بارا افروفيلس، هيموفلس سيجنس اند هيموفلس ايجيبتياس. الجنرال كاركترستكس للبكتيريا قلنا عنها جرام نيجاتيف باسيلاي، لكن بليومورفيك، واتفقنا كلمه بليومورفيك مي اسوم فاريبل شيبس اند سايزز. الجرام ستيننج تبعها اتفقنا كمان انها جرام فاريبل، قد تتخذ الجرام نيجاتيف او الجرام بوزيتيف، لكن السيل وول تبعها التركيب تبعه هو عباره عن جرام نيجاتيف سيل وول، يعني في اوتر ممبرين والبيبتيدو جلايكان لاير في سنجل لاير اوف بيبتيدو جلايك. الان لماذا هي جرام فاريبل؟ حتكلم عنه ان شاء الله لاحقا. فاكولتيتيف انا ايروب، وطبعا هذه فيها خلينا نقول تفسيرات متعدده، لكن لا يوجد شيء يعني نعتمد عليه ونقول انه والله هذا هو السبب لانها بتعمل جرام فاريبل. فاكولتيتيف انا ايروب ريكوايرز سي او 2 فور جروث، ريكوايرز جروث فاكتورز اللي احنا قلنا عنهم اكس اند في فاكتور، والاكس هو اسمه هيمين والفي اللي هو الناد، هنتعرف عليهم وهنتعرف على وظائفهم في البكتيريا ولماذا تحتاجهم البكتيريا. maybe capsulated or non-capsulated، يعني ممكن يكون لها كبسول وممكن ما يكونهاش كبسول. والصحيح انه هلا بتكلم عن جنرال كاركترستكس للمجموعه كلها. اعطيك مثال، الهيموفلس انفلونزا ار كبسوليتد وبيست اون ذير كبسول دي ار كلاسيفايد انتو سيروتايبس، ان سيروتايبس مهمين جدا في الفاكسينز اللي احنا قلنا عشان نعمل الفاكسين بده يكون عندي جمع للكومون سيروتايبس في المنطقة، وبالتالي نعمل فاكسين خاص بحسب البيانات المحلية للإبديمولوجي في المنطقة للهيموفلس انفلونزا. وحنقولكم جملة كمان شوية وننسفها انه هي number one cause of meningitis in young children. هذا الكلام قبل ما نخترع او نطور الفاكسين. فلما تدخل الانسان بالفاكسين غير المفهوم هذا، وبالتالي قلت، بدل ما كانت نمبر 1 صارت نمبر 3 او 4 على القائم، لكن تبقى سبب مهم من اسباب المينينجايتس. موست سترينز ار اندول بوزيتيف، اذا انا في عندي مجموعه من الكاركترستكس
جرام نيجاتيف سمول باسيلاي بليومورفيك لجرام رياكشن تبعها فاريبل. عندي فاكولتيف انايروب ريكوير سي او 2، عندنا ريكويرمنت للاكس اند بي فاكتور، قلنا هذه نقطه كثير مهمه. الان بالنسبه للهيموفلاس بشكل عام، يا بتتطلب اكس يا بتتطلب في يا بتتطلب الاثنين اكس اند في فاكتورز. قلنا ممكن تكون كابسوليتد ممكن ما تكونش كابسوليتد، ممكن تكون اندول بوزيتيف. نيجي الان للهيموفلاس انفلونزا باثوجينيسيتي. احنا ذكرنا الجمله اللي حنذكرها الان وقلنا انه نسفناها. It is the most common etiologic agent of acute bacterial meningitis in young children. طب بعد ما استخدمنا الفاكسين هالكلام بطل صحيح؟ بطل صحيح. اذا نزلت لمراتب متدنيه. هذا لا ينكر انه في المناطق اللي لسه ما طبقت الفاكسين انه هي still number one cause of acute bacterial meningitis in young children. الهيموفلاس انفلونزا ما بين السبيسيز الاخرى في الهيموفلاس هي is the most important، هي الاهم على الاطلاق، والبي هي الاهم على الاطلاق من كل الهيموفلاس انفلونزا itself. طلعوا الديزيزز caused by this organism، مش واحد او اثنين، مجموعه كبيره. طلعوا It is the most common cause of meningitis in children. هذه متفقين عليها. Causes epiglottitis. وأول مرة نتكلم عن بكتيريا بتسبب التهاب لسان المزمار أو الإبيجلوتايتس. وهو يعني condition صعب. وbe-requires يعني hospitalization. وقد مش بس hospitalization، كمان بده intensive care unit. بده intensive care unit. Septic arthritis. Bronchitis and pneumonia. Acute and chronic otitis media. وأنا دائما بربط بين الاوتايتس ميديا وبين المينينجايتس، لانه معظم مسببات الاوتايتس ميديا هي نفسها مسببات المينينجايتس. وبالتالي حتى احنا بنقول انه في الاطفال الاوتايتس ميديا كونديشن او التهاب الاذن بشكل عام كونديشن لا يمكن السكوت عنه، بمعنى يجب انه نراجع فيه الطبيب. اندوكاردايتس اند بيريكاردايتس برضه كونديشن صعب. May enter the bloodstream of woman during birth causing puerperal sepsis. هي صار عندنا مجموعة كبيرة من الميكروبات بتعملنا حمى النفاس. The complication of which may threaten the life of mother or mother life. يعني بتهدد حياة الأم. Eye infection و conjunctivitis. يعني هذه القائمة من الأمراض اللي ذكرناها احنا الآن caused by Haemophilus influenza هي مؤشر لنا من وين ممكن نعزل احنا البكتيريا اللي اسمها Haemophilus influenza. تفضل. صحيح. دخل نعم دخل الخدمة قبل يمكن 5 سنوات، ويعني المؤشرات اللي من تقارير وزارة الصحة تشير إلى نسبة أقل في عزل الهيموفلاس انفلونزا من حالات المينينجايتس، فيعني هذا مؤشر إنه إفكتيف. في كمان فاكسين تاني دخل الخدمة قبل 3 سنوات اللي هو الستريبتوكوكس نيمونيا فاكسين، برضه كمان هذا عمل ريدكشن للستريبتوكوكس نيمونيا مينينجايتس كيسز، فهذا امر جيد. عشان احنا بنقول انه فاكسين بريفنتابل ديزيزز، اذا احنا كعالم متحضر وصلنا لمرحله انه نغطي كل الفاكسين بريفنتابل ديزيزز في البشر، هذا قد يقلل بنسبة كبيرة من الأمراض المعدية في العالم. البكتيريا is part of the normal flora of the upper respiratory tract of man. ومان مقصود فيها الإنسان، يعني مش في الذكر. السبيسيمينز زي ما ذكرنا احنا مجموعة الأمراض بتعطينا فكرة عن اللي هو العينات. في واحدة بس منهم بدأ نخصصها الهيموفلاس ديوكري، ما حكينا عنها حاجة. هذه البكتيريا لا تسبب ريسبيراتوري، وانما بالفعل بتسبب اللي هو STD او سيكشوال ترانسميتد ديزيز. الميكروسكوبي سمول نون موتايل جرام نيجاتيف، وقلنا لكم ات مي شو جرام فاريبل، يعني ات مي شو جرام بوزيتيف نوت اونلي جرام نيجاتيف. طيب في احد السنوات تم الاتصال فيه بي من قبل احد المؤسسات الصحيه مختبرات، وبالتحديد مختبر في مستشفى للأطفال. دكتور احنا بنعاني من مشكلة انه الجرام ستين بيطلع نيجاتيف لكن الكالتشر بتطلع بوزيتيف، والعينة بيكون فيها بس سيلز واضح، وبالتالي يعني الفاليو اوف جرام ستيننج اللي احنا بدنا اياها تقصر الفترة الزمنية في الريبورتينج فقدت، تطلع بوزيتيف في الكالتشر وهذا بده 24 ساعة.
فش المشكلة؟ فعلى طول خطر في بالي أنا اللي هو الهيموفلس إنفلونزا، ونبهته إلى أنه يجب أن يستخدم مع الجرام ستين ميثيلين بلو ستين، لأنه الجرام ستين هذه البكتيريا كود بي ميست، ممكن نفقدها في الجرام ستين، وبالتالي مفضل أنه نعمل ميثيلين بلو ستين. وإذا بتذكروا في المعمل تبعكم هذا الفصل، أنتوا لما أخذتوا عينة السي أس أف كان السي أس أف وطالع منه أربع أسهم على الجنب، واحدة جرام ستين، واحدة ميثيلين بلو، هذا للي فاكر جرام ستين، ميثيلين بلو، انديا انك، اند ويت ماونت، اربع انواع من الميكروسكوبي اعتمدناهم للسي اس اف. الميثيلين بلو بشكل خاص حتى لا نفقد مين الهيموفلاس انفلونزا، لانها برضو بكتيريا من النوع الفراجايل، والجرام خلينا نقول ستينينج بيتطلب كم خطوه، اربع خطوات ستينينج واربع خطوات واشينج، وبالتالي هذه العملية عملية بتعرض البكتيريا لظروف قد تؤذيها، فممكن نفقدها لأنها فراجايل البكتيريا، بينما أذر بكتيريا can survive this process. فبالتالي الميثيلين بلو simple stain just stain with ميثيلين بلو، والأفينيتي تاعت البكتيريا للميثيلين بلو أعلى من أفينيتي بعتها لأذر stains. متفقين. الآن البكتيريا الرسمة اللي وضحت لكم إياها هان في بداية المحاضرة، لما قلت لكم انه بعض الاحيان بنجد long thread او filaments في الاولد كلتشر او في السميرز اللي مأخوذة من سي اس اف، خدوا بالكم. هذا الشكل اللي احنا شايفينه او الطويل، اذا وجدناه فهو مؤشر جيد على انه البكتيريا هيموفلس انفلونزا، بس اذا ما وجدناهوش مش معناته الحكي انه البكتيريا مش هيموفلس انفلونزا، يعني ما نقدرش ننفي، لكن بتساعدنا في اثبات إنه البكتيريا هيموفلاس إنفلونزا. بالنسبة للكلتشر البكتيريا قلنا عنها فاكولتيف أنايروب، لكن الأيروبيك جروث إز بريفيرد، وقلنا بتحتاج CO2 وبتحتاج وسط بيحتوي على الـ X and V factor. What are X and V factor؟ X factor اللي هو الهيمين، بتستخدمه البكتيريا في تصنيع بعض الانزيمات المهمة جدا زي السيتوكروم اوكسيديزز، زي الكاتاليزز ان او الكاتاليز والبيروكسيديز. اذا البكتيريا بتحتاج الهيمين للبرودكشن اوف اسينشال انزيمز. الان الفي فاكتور اللي هو الناد، طبعا كلكم بتعرفوا الناد هو عبارة عن نيكوتينامايد ادينين داينوكليوتايد، ويستخدم من قبل البكتيريا كالكترون كارير في عمليات الاوكسيديشن ريدكشن. وفيش في الخلية حياة بدون oxidation reduction، وبالتالي مهم جدا وجوده للبكتيريا. الآن البكتيريا غير قادرة على تصنيع الهيمين ولا تصنيع اللي هو الناد، وبالتالي هي بحاجة إلى مصدر خارجي يزودها بهذه المصادر. مين بالنسبة إن احنا هذا المصدر اللي هو الشوكولات أجار؟ لكن بدي أكد على حقيقة إنه الشوكولات أجار هو عبارة عن بلد أجار، لكن تم تسخينه على قديش؟ على 80 درجة، 85 درجة مئوية. الآن خدوا بالكم من شغل، لو غليناه الأجار هيعطينا لون بني وشكل شوكولات أجار، ولو سخناه على 70 هيعطينا برضو لون شوكولات أجار. إذا ليس كل شوكولات أجار هو شوكولات أجار، بمعنى ليس كل شوكولات أجار يوفر إلنا X and V factor إلا إذا حضر properly وproperly على درجة الحرارة اللي احنا ذكرناها سابقا. طيب إذا أنا مش واثق من قدرتي على تحضير، أو قدرة مختبري أو قدرة المؤسسة اللي بشتغل فيها على تحضير شوكولات أجار يوفر X and V factor، خدوا بالكم نقطة كتير مهمة، بمعنى أنه أنا زرعت البكتيريا على شوكولات أجار وأنا معتقد أنه شوكولات أجار وحيوفر X and V factor، فلو كانت الهيموفلس انفلونزا موجودة في العينة هتطلع العينة ايه؟ نيجاتيف. وإذا شوكولات أجار مش موفر لها الـ X and V factor، فهتطلع المزرعة نيجاتيف، وأنا هعمل ريبورتنج نيجاتيف لعينة بوزيتيف أساساً، فهذا شو بنسميه احنا فولس نيجاتيف، والفولس نيجاتيف ناتج عن مين؟ عن خطأ في التكنيك، خطأ في التكنيك. طب ايش أعمل في هذه الحالة عشان أضمن إنه أنا ما أقعش في هذا الخطأ؟ بعض المختبرات بيقول لك يا عمي لا انا ما بدي اتحضر شوكولات اجار، انا بحضر نوترينت اجار او مولر هنتون اجار، وبجيب من عندي بشتري اللي هو الاكس فاكتور في اقراص والفي فاكتور باقراص، وفي عندي اكس وفي فاكتور في قرص واحد، تمام، مدموجين في قرص واحد، وبصير ازرع
البكتيريا وبحط عليها اللي هو الأقراص هذه، أو بضيف كسبلمنت على الميديا بضيف عليها إكس أند في فاكتور كوميرشالي أفيلاب. إذن في عندي حلول كثيرة. عندي حل رقم واحد إنه أنا أحضر الشوكولات أجار بطريقة صحيحة. رقم اثنين إنه أنا أعمل سبلمنت لميديا بالإكس أند في فاكتور كوميرشالي، أو أضيف أقراص زي ما ذكرنا بعد الزراعة إكس أند في فاكتور. وفي خيار ثالث هتكلم عنه، لكن هذا الخيار مش كتير محبب، لكن لو الواحد انزنق إله ممكن يستخدمه. الايدنتيفيكيشن للبكتيريا معتمدة على نفس الخاصية اللي احنا ربطناها فيها اللي هي its requirement to X and V factor. في ظاهرة اسمها ساتلايتيزم بنستخدمها احنا للتعرف على اللي هو الهيموفلاس انفلونزا. اخذتوها انتم في المعمل، بدي اشرح لكم اياها من خلال الصورة هذه. الان انا عندي بلاد اجار، البلاد اجار محتوي على الهيمين اللي هو الاكس فاكتور، لكن لا يحتوي على الفي فاكتور. فلو زرعت هيموفلاس انفلونزا على بلاد اجار هتنمو؟ مش هتنمو، لن تنمو. طيب رحت انا عملت في خط المنتصف زرعت ستافيلوكوكس اوريس، والستافيلوكوكس اوريس معروف عنها انها وهي بتتكاثر بتنتج الناد اللي هو الفي فاكتور. اذا صار في عندي في منطقه ما في الطبق اكس في الاكس فاكتور متوفر في كل الطبق، والفي فاكتور متوفر في منطقه حوالين مين؟ الستافيلوكوكس اوريس. بعد 24 ساعه من زراعه العينه بتاعت البكتيريا تبعتي مع الستافيلوكوكس اوريس بنشوف اذا البكتيريا الهيموفلاس انفلونزا موجوده، هنلاقي انه المستعمرات القريبه من خط الزراعه لارج ان كومباريزون لارج يعني كبيره، وكل ما ابتعدنا عن خط الزراعة بتصغر، فبسموا الظاهرة هذه ساتلايتيزم. فأحد أهم الصفات اللي ممكن من خلالها نتعرف على البكتيريا اللي هي قلنا ظاهرة ساتلايتيزم للهيموفلاس انفلونزا. هذه صورة حقيقية لطبق، إذا بتلاحظوا إنه البكتيريا مزروعة على كل الطبق، خدوا بالكم البكتيريا اللي هي هيموفلاس، وهذا الخط هو ستافيلوكوكس اوريس، الخطين هذول الاكس. فاذا بتلاحظوا فقط وين الزراعه موجود او البكتيريا موجوده على مسافه قصيره، ولو دققنا النظر اكثر يعني كبرنا الصوره هنلاقي انه حجم المستعمرات بالفعل هنا كبير وحجمها هنا صغير، فكل ما ابتعدنا عن الخط الزراعه بيكون صغير النمو. طبعا في اشياء هنا شايفينها كبيره يمكن هذه مش هيموفلاس انفلونزا، هذه تلوث من بتاعت الستافيلوكوكس اوريس. هذه كمان يعني طريقة أخرى لعملية التعرف على أو استخدام الإكس أند في فاكتور. هنا محطوط في فاكتور لحال، وهنا إكس فاكتور لحال، وهنا عندنا في إكس أند في فاكتور لحال. إذا بتلاحظوا النمو على المنطقة، مع إنه خد بالك لو هذول الاثنين قربناهم مع بعض تمام، لازم لو قربناهم مع بعض هنلاقي في النص هنا نمو، لكن احنا مبعدينهم هنا عشان ما يصيرش هذا الإفكت. ما دام أنا عندي واحد ثالث بقدر استغنى عن هذا الفحص ولا بقدر استغنى عنه هذا؟ بقدر. قرب الاثنين مع بعض هذولا بصير المنطقه اللي في المنتصف تمام هي اللي فيها النمو لو البكتيريا بتحتاج اكس اند في فاكتور. هذا ايش ميزته؟ بقول لي لو البكتيريا نمت هنا فقط يبقى معنا الحكي اكس اند في فاكتور ريكويرمنت مع بعض، لو نمت هنا وهنا فتحتاج الى اكس، لو نمت الى هنا وهنا الى في، لو نمت في كل الطبق يبقى بتحتاج لا اكس ولا في فاكتور، صح؟ إذا نمت في كل الطبق ما بتحتاج X and V factor، وبالتالي هي ليست هيموفلاس، لأن الهيموفلاس زي ما ذكرنا يا بتحتاج X يا بتحتاج V يا بتحتاج كلاهما يبقى متفقين على النقطة هذه. احنا بنقول انه إذا البكتيريا نمت على القرص أو على الفلتر بيبر اللي محتوي على التنين لحالهم تمام، فمعنى الحكي انه البكتيريا بحاجه الى التنين الاكس والفي فاكتور. اذا نمت على هذا وهذا، هذا اكس وهذا في منفصلين، وهذا اكس اند في مع بعض. فاذا نمت هنا وهنا فبتحتاج اكس، اذا نمت هنا وهنا فبتحتاج في، اذا نمت على كل الطبق ما بتحتاج لا تحتاج اكس ولا بتحتاج في، وبالتالي ليست هيموفلاس بالاساس.
بقول انه البايوكيميكال تيست ار سيلدم يوز، لكن في بعض الصفات زي اليورياز والاندول والهيموليسيس ان بلاد اجار، بالاضافه الى رقم ثلاثه اللي هي قلنا عنها اتس ريكويرمنت فور اكس اند في فاكتور. تفضل. لا بس اذا طب على الاكس لحاله، لا على الاكس ولا على الاكس ما نقدرش نفتي من الفحص هذا لوحده، لكن اذا نمت على الاكس اند بي فاكتور تمام قد تكون هيموفلاس انفلونزا، لكن اذا لم تنمو عفوا اذا احتاجت فقط الاكس او احتاجت الفي فقط فهي بالتاكيد ليست هيموفلاس انفلونزا. لا لا ممكن نعم، لان لكن اذا كانت اكس اند بي فاكتور فربما تكون هيموفلاس انفلونزا. هنشوف الجدول الان اللي بياكد لك الكلام هذا. اذا بتلاحظ في الجدول هنا في عندي اكس اند بي فاكتور، مين بيحتاجهم؟ هيموفلاس انفلونزا، مين كمان؟ هيموليتيكس. يبقى عشان اميز بين التنتين بعمل اللي هو الهيموليسيس اون بلاد اجار، فبالتالي هذه البكتيريا بتكون بوزيتيف وهذه بتكون نيجاتيف. اذا ليست الحاجه على الاكس والفي لحالها هي المميزه. وطبعا شباب زي ما في عندنا ABI 20E للانتيروباكترياسي وABI ستاف وABI ستريب، في عندنا كمان ABI للهيموفلاس انفلونزا، وبالتالي في عندنا مجموعه اذر بايوكيميكال تيست يوز تو ايدنتيفاي. في بالنسبه للتريتمنت، طبعا انا الجدول اللي قدامكم هذا جدول توضيحي، يعني لا يستطيع ان يميز بين كل البكتيريا المذكوره في الجدول. اذا بتلاحظوا هي هذه وهذه شبيهين بعض خالص، التنتين بيحتاجوا فقط الاكس في فاكتور، الاكس فاكتور ما بيحتاجوش الفي فاكتور تمام، والتنتين الهيموليسيس تبعهم يا اما نيجاتيف يا اما سلايد، فبالتالي بدهم فاردر تيست تو بي ديستينجويشد فروم ايتش اذر. لكن واضح انه ولا واحده من الهيموفلاس اللي موجوده امامنا الا بتحتاج يا اكس اند يا اكس يا في يا كلاهما. بالنسبه للتريتمنت بقولنا اف سنسيتيف امبسيلين از ذا دراج اوف تشويس. اذا اف سنسيتيف، ايش يعني اف سنسيتيف؟ يعني اذا البكتيريا في بلدكم في منطقتكم ما زالت سنسيتيف او الايزوليت تبعك هو سنسيتيف للامبسيلين فايت از ذا دراج اوف تشويس. طبعا الكلورامفينيكول انا قلت لكم الغوه خالص من كل الهاندز اوت اللي موجوده معاكم، وتتراساكلين كود بي اولسو يوزد. في عندنا ميكروب قلنا عنه هيموفلاس ديوكري اللي حكينا عنه اس تي دي اللي هو سيكشوال ترانسميتد ديزيز، وهو عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي كلتشرد اون شوكولات اجار ريكوايرز اونلي اكس فاكتور، مش زي هيموفلاس انفلونزا كانت بدها التنتين. كوزز شانكرويد وشانكرويد اويد، اويد شبيهه بحاجه. بتعرفوا التريبونيما، التريبونيما باليدوم اللي بسبب مرض السيفلس بتعمل ليجن على الجينيتال اريا للانفكتد بيبل بسموها شانكر. الان الشانكر الليجن اسمه شانكر تمام، اللي هي بسموها البثره الجنسيه، البثره الجنسيه اللي هي بسببها قلنا كمان مره بكتيريا السيفلس. فهذه البكتيريا بتعمل برضه بثره على الاكسترنال جينيتاليا للانفكتد بيبل تشبه البثره تبعت مين؟ تبعت مرض السيفلس، يسموها شانكرويد لانها شبيهه بالشانكر اللي تبع السيفلس. تريتمنت سيفتراكسون او سيبروفلوكساسين ممكن نستخدمه لعلاج هذه البكتيريا. في ميكروب ثالث له علاقه بالهيموفلاس اسمه جاردنريلا، جاردنريلا فاجينالس، وكان اسمه في يوم من الايام زي ما انتم شايفين في السطر الثاني يا شباب كان اسمه ايه؟ هيموفلاس فاجينالس، يعني في له خلينا نقول صفات تشبه الهيموفلاس. احد ميزات هذه البكتيريا انها نورمال فلورا اوف 50% اوف نورمال هيلثي فيميلز. تخيلوا يعني بنقدر نقول عنها نورمال بارت اوف ذا فاجينال نورمال فلورا. طب كيف تعمل ديزيز؟ طلعوا على الجمله الثالثه بتقول it is found in small numbers in vaginal secretions of 50% of normal women. small numbers يبقى النمبر تبعها محدود. فاكرين لما كنا نتكلم عن الخلل في النورمال فلورا في الانتستين نتيجه تناول انتيبايوتكس او نتيجه خلل معين هرمونال تشينج، كان يصير في موت لبعض النورمال ميكروبيوتا واوفر جروث لاخريات. فلما يزيد عددها هذه البكتيريا بتعمل فاجينايتس، بكتيريال فاجينايتس كاركترايزد باي افرازات من الفاجينا ذات رائحه كريهه بسموها فيش لايك اودر
فيشي اودر راح زي راحة السمك. صراحة السمك بتكون كريهة. اللاب دياجنوسيس يا شباب رائع جدا سهل بالجرامستين. قد نرى خلية بسموها كلو سيل. كلو سيل شفت هالكلو سيل؟ ايش الكلو سيل؟ عبارة عن ابيثيليال سيل مغطية مغطاة بالبكتيريا اللي اسمها جاردنريلا فاجينالس. تشوفوها الصورة هاي النورمال ابيثيليال سيلز من الفاجينا تمام. طبعا عليها بكتيريا واحدة تنتين ثلاثة أربعة. طلعوا على الكلو سيل. شوف الكلو سيل. الكلو سيل عبارة عن خلية painted مدهونة بالبكتيريا يعني كلها داخلها بكتيريا. لكن هنا النواة واضحة، السيتوبلازم واضح، الخلية واضحة هنا. فهذه بسموها كلو سيل. وجود كلو سيل من فاجينال سمير بيعطينا مؤشر قوي انه البكتيريا المسبب للمرض مين؟ جاردنريلا فاجينالس. الميكروب التالي في السلسلة احنا قلنا في محاضرتنا مقسوم الى قسمين هيموفلاس اند بورديتيلا. البورديتيلا السبيسي الأساسية اللي المعنيين فيها احنا اسمها بورديتيلا بيرتوسيس. السعال الديكي بورديتيلا بيرتوسيس هي السعال الديكي نعم، وجزء من ثلاثة فاكرين لما درسنا الدي بي تي قلنا ديفثيريا بيرتوسيس تيتانوس. احنا درسنا الديفثيريا الكوروني بكتيريوم ديفثيريا ودرسنا التيتانوس. طلعنا اليوم مين؟ البورديتيلا. بيكون غطينا الفاكسين اللي اسمه اللي هو الدي بي تي. اذا البورديتيلا بيرتوسيس هي موضوع حديثنا اليوم. طبعا الصورة اللي هناك معبرة عن قديش بيطلع رذاذ عند العطس او عند اللي هو السعال من الانسان. وهذه الصورة دائما بنحطها لما بنحط اي ديزيز بينتقل عبر الريسبيراتوري تراكت، فهي ريسبيراتوري ترانسميتد. اذا الترانسميشن باي ذا ريسبيراتوري تراكت روت فروم ايرلي كيس اند بوسيبلي فيا كاريرز. يعني اللي مؤكد انه تنتقل من انسان مصاب الى انسان سليم، لكن قد تنتقل ايضا من كارير الى انسان سليم. تعالوا نطلع على الديزيز بس خلينا مع بعض نتخيل الوضع التالي. تعرفوا التراكيا، التراكيا القصبة الهوائية فيها سيليا. احنا قلنا اللانكس مفتوحة على العالم الخارجي، بنتنفس وبناخد هواء مرات من الفم، والفم مليان اصلا بكتيريا والهواء مليان بكتيريا، فدائما في بكتيريا في اللانكس. لكن اللانكس اعتبرناها ستيرايل. ليش؟ لانه فيها ميكانيزم لطرد الميكرو اورجانيزم لاصطياد الميكروبات عن طريق الميوكاس، ومن ثم طرد هذا الميوكاس، وبالتالي اللانكس دائما ايش قلنا؟ استيرايل. الان مين المسؤول عن الطرد هذا الحركه المنظمه للسيليا بهذا الشكل؟ الان تخيل انت قاعد تشتغل بهذا الشكل واجى واحد شالك بايدك واثنين شالكوا هنا، كيف بتصير الحركه؟ حركات غير منتظمة. الحركة الغير منتظمة تؤثر على المصعد، وسموه مصعد لأنه بيطلع هو من أسفل إلى أعلى، المصعد المرتبط بالسيليا. الآن تراكم السبيوتم في المنطقة وتحلل البكتيريا، تحلل البكتيريا مش برضو البكتيريا بتموت، تحلل البكتيريا والخلايا بيعمل إيريتيشن للتراكيا. هذا الإيريتيشن بيعمل تريجرينج للكف ميكانيزم، لآلية اللي هو الكحة. احنا ليش بنكح؟ بنطرد يعني هي رياكشن طبيعي من الجسم، رياكشن طبيعي من الجسم. الآن احنا بنكح وبناخد نفس بنرتاح بين كل كحة وكحة. لكن لما يكون الإيريتيشن كونتينيوس بيضطر الإنسان انه يكح كحة متواصلة، قد يفقد كل الهواء لأن الكحة أصلا معتمدة على مدافع من الهواء، صح ولا لا؟ دافع من الهواء من اللانكس، فبالتالي بيفقد الكونتنت من الهواء في اللانكس، فما بيخلص الكحة تبعته النوبة تبعته اللي هو he's hungry for air. المريض بصير جوعان للهواء أو للأكسجين، فبروح هو شافط بأكثر بأقصى سرعة عبر constricted. إيش يعني constricted؟ يعني ضيقت اللي هي تراكيا بفعل التوكسين بصير فيها كونستريكشن. فلما يمر هواء بشكل سريع الى التراكيا
بيحدث اللي هو الووبس اللي احنا بنسميها ووبينج كاف او اللي بنسميها السعال الديكي باللغه العربي. اذا هذا هو السبب في انه او كيف الميكانيزم بتحدث من الديزيز. المرض بيمر بثلاث مراحل: كاترال ستيج وباروكسيزمال ستيج وكونفاليسنت ستيج. خدوا بالكم من شغله. هيو الان موجود. الكاترال ستيج with an irritating cough which lasts for 1 to 2 weeks. يعني بتستمر هذه الفترة، وحنقول لكم كيف ايش الاعراض تبعتها. الاعراض تبعتها غالبا بتعرفوا لما الواحد بيرشح ايش بيكون عنده راني نوز، يعني بيصير الانف يسيل، تمام؟ ممكن لو جريد فيفر 37.5 38 درجة مئوية، لكن مش 39 و40. الفترة الزمنية اللي بيستمر هذا المرحلة من 1 إلى 2 أسبوع. المرحلة الخطيرة جدا والصعبة جدا اللي هي المرحلة الباروكسيزمال ستيج، وهذه المرحلة اللي تتميز بالسيمتومز اللي أنا ذكرت لكم إياها، اللي هي الكف العنيف اللي حكيته، وكاركترايزد باي فايلنت كفز فالود باي هاي ريسبيراتوري ووبس لاست فور 2 to 6 weeks، من أسبوعين لست أسابيع. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التماثل للشفاء اللي بسميها النقاهة convalescent stage where the cough gradually decreases in frequency and severity last for several weeks. يعني هذه المرحلة هي نفس المرحلة الأولانية، لكن الفريكوانسي ما بين الكف والكف بيطول، بدل ما كان كل ساعة ساعتين بيصير كل 4 ساعات أو كل 5 ساعات أو مرتين في اليوم، تمام؟ لكن الكف بيضله ايه موجود، وقد تستمر لعدة أسابيع. خدوا بالكم الفيتاليتي ريت مش هي الرقم هذا اللي 75. بقولنا انه الوفيات اللي بتحدث، تمام، من هذا المرض 75% من الوفيات تحدث مين؟ في الرضع. ليش الرضع بالذات؟ كيف؟ اول حاجة السكريشنز اللي بتنتج منه مش عارف يتعامل معها زي الطفل الواعي او المدرك، تمام. عملية النوتريشن او التغذية بتكون برضو سيئة، لانه يعني الرضاعة حتتأثر بعملية اللي هو الكافينج، النوم حيتأثر بعملية الكافينج، فالإميون سيستم تبعه كله بيكون ضعيف. ساينز اند سيمتومز زي ما حكينا، في الاول بيكون في عندنا راني نوز، سنيزنج، عطس، مايلد كاف، لو جريد فيفر، لكن بعد هيك بقولنا ممكن تتحول قلنا للباروكسيزمال ستيج. الان في نقطه كثير مهمه بدنا نناقشها هنا. بتعرفوا انه الفايرال انفكشن كاركترايز باي ليمفوسايتوسيس، يعني لو احنا عملنا ديفرنشال بلاد فيلم من بلاد فيلم هنلاقي الليمفوسايت عاليه. الوضع الطبيعي مين يكون اعلى؟ النيتروفيل. والبكتيريا الانفكشن النيتروفيل بيكون دائما ايه مرتفع اكثر، النيتروفيل. في هذه الحاله لو اخذنا عينه دم من المريض هنلاقي عنده ليمفوسايتس عاليه، ليمفوسايتوسيس. هذا الليمفوسايتوسيس ليس ناجم عن ليمفوسايتوسيس حقيقي، لكن للاسف انا ما بقدرش اميز. انا في المختبر بقدرش اقول لك هذا ليمفوسايتوسيس حقيقي ولا مش حقيقي، انا بقدر اقول لك انه في ليمفوسايتوسيس، فكنت بي كونفيوزد وذ فايرال انفكشن. بكون عارف انه في حاله البورتيلا بيرتوسيس الليمفوسايت ترتفع. لماذا ترتفع الليمفوسايت؟ طلع علي. بقولنا البورتيلا بيرتوسيس ترينز كونتينز بيبتايد ذات بروموتس ماركت ليمفوسايتوسيس ان ذا هوست. ايش يعني ماركد؟ ماركد واضح ليمفوسايتوسيس. كيف؟ نتخيل مع بعض نقاط مراقبه، نقاط مراقبه بتطلع دوريات، الدوريات هذه ليمفوسايتس. الان الليمفوسايت طلعت على الدم ومعها فتره زمنيه محدده تعمل الجوله تبعتها وترجع على مكان اقامتها. هذا البيبتايد بيمنع عوده الليمفوسايتس. فالآن الدفعة طلعت، حيطلع دفعة تانية، حيطلع دفعة تالتة دون عودة مين؟ اللي هم الليمفوسايتس الأولانيين. وبالتالي فيصير في عندي في الدم كمية كبيرة من الليمفوسايتس، ليس بسبب إنها رايحة تكافح اللي هو
البوريتيلا بيرتوسيس، وانما لانه البيبتايد منعها من العوده مره اخرى الى قواعد. هذه صوره لطفل في اثناء النوبه، وانا بنصحكم من الاطلاع على يعني فيديوهات فيزيت يوتيوب وطلع على ووبين كف او بيرتوسيس فيديوز، هتلاقي بعض الفيديوهات المؤذيه جدا للاطفال، لكن لا باس انك تطلع عليها عشان تشوف السيمتومز تبعتها. البوريتيلا بيرتوسيس بيشبه، اذا بتلاحظوا حاطين احنا مين هذا، الكوليرا توكسين. الكوليرا توكسين لانه ايه تقريبا نفس الفكره، لكن احنا قلنا هذاك في الانتستين وهذا في اللي هو الريسبيراتوري تراك. الاورجانيزم شورت اوفويد، اوفويد يعني بيضاوي نوعا ما، جرام نيجاتيف باسلاي ايروبيك، يعني بنقدر نقول برضه هي كوكو باسلاي ايروبيك. كومبلكس، هذا نقطه كثير مهمه، complex enriched media is required for the isolation. اسم الميديا بوردت جينجو اجار، بوردت جينجو اجار. اذا هذا الوسط اللي لازم نربطه بالبكتيريا، زي اللونشتاين جينسن اجار في المايكوبكتيريا، زي التي سي بي اس في الفايبريو كوليرا، بنربط البوردت جينجو في البوردتيلا بيرتوس. It is non-motile, urease negative, nitrate negative. احنا كل مره بناخد العينه وبنزرعها صح، هنا ممكن نعمل حاجه مختلفه، بيسموا الطبق او التقنيه كاف بليت. الطفل لما تصير عنده النوبه بيفتحوا له طبق البورد الجينجو اجا، بيفتحوا له طبق وبيقربوه منه مسافه معينه، والطفل بيصير يكح والرذاذ اللي بيطلع يزرع مين، يزرع الطبق نفسه، بنسكر الطبق وبنعمل له انكيبيشن في سموه كاف بليت. قديش بدنا البليتس؟ 35 ديجري سنتيغريد، يعني 37 برضه، من 2 ل 5 ايام. اذا البكتيريا بالفعل فاستيدياس، ما بتنموش خلال 24 ساعه. مين درسناه من البكتيريا ذات ريزمبلز ايش؟ ميركوري دروبليتس. هو ما احنا اخذناها امبارح، فرانسيسيلا تولرنسيس على السي جي بي اي، فرانسيسيلا تولرنسيس. لكن هذا مش على اللي هو الفرانسيلا، هذا على اللي هو البورد جينجو اجار، وبرضه بيعطينا ميركوري دروبليت كولونيز، برضه سراوند باي زون اوف هيموليسيس. عشان نقدر نتاكد من انه المستعمرات بورديلا بيرتوسيس وان كولونيز ار كونفيرمد باي اجلوتينيتنج وذ بولي فالنت او مونو فالنت انتي سيرا، يعني بنعملها سيرولوجيكال تيست. في عندي انا امراض اخرى ممكن غير البوردتيلا بيرتوسيس، احنا البوردتيلا بيرتوسيس قلنا بتعمل بيرتوسيس، في البارا بيرتوسيس برضه بتعمل بيرتوسيس، لكن شكل اخف حده او اقل حده من اللي هو البيرتوسيس. اذا بوردتيلا بيرتوسيس، بوردتيلا بارا بيرتوسيس. شفتوا انتم هذا المسميات كثيره، تايفويد بارا تايفويد، هيموفلاس انفلونزا بارا انفلونزا، هيموفلاس افروفيلاس هوموفلاس بارا افروفيلاس، هاي كمان عندنا بورديتيلا بيرتوسيس وبورديتيلا بارا بيرتوسيس. بس في عندنا هنا برونكيو سيبتيكا بورديتيلا، برونكيو سيبتيكا برضه بتسبب برونكيو بالموناري ديزيز. اطلع على الجدول هذا، كثير مهم الجدول، والجدول هذا كثير يعني بيميز لنا البكتيريا عن بعضها. بقول لي في عندي مجموعه من الفيتشرز زي الجروث اون بلاد فري ميديا، كلمه بلاد فري ميديا يعني وسط خالي من الدم، موتيليتي يورياس سيتريت نيتريت ريدكشن. لاحظوا البوريتيلا بيرتوسيس نيجاتيف فور اول، ات كانت جرو اون ا بلاد فري ميديا، بدها بلاد في الميديا. ات از نون موتايل، ات از يورياس نيجاتيف، ات از سيتريت نيجاتيف، ات از نيتريت ريدكشن نيجاتيف، يبقى نيجاتيف لكل الصفات. بينما البارا بيرتوسيس بوزيتيف لكل الصفات ما عدا صفتين، الموتيليتي والنيتريت ريدكشن، والبرونكيوسيبتيكا بوزيتيف لكل الصفات. اذا هذا الجدول اعتقد مش على عكس ما رايناه في الهيموفلاس، هذا بيميز بين الثري سبيسيز اللي احنا ذكرنا. بالنسبه للتريتمنت بدنا نتكلم عنها شويه وننهي فيها محاضرتنا ان شاء الله، اللي هو الاريثرومايسين از دراج اوف تشويس. خذوا بالكم من شغله، الان احنا غالبا في التريتمنت بنمنع البروجريشن اوف ذا ديزيز، خلينا نقول بنقصر فتره المرض نفسه. هذا التريتمنت هنا غالبا ما بتقصرش كتير فتره المرض،
يعني بمعنى اخر احنا مش قلنا في 3 ستيجز فاكرينهم كاترال باروكسيزمال وكونفاليسنت. بقولنا الكورس اوف ذا ديزيز سواء اعطيت تريتمنت او ما اعطيت تريتمنت الكورس حيمر بثلاث مراحل، لكن التريتمنت ممكن تقلل من السفرنج من يعني الالم من عدد الفريكوانسي، وممكن كمان تساعد في عدم نقل العدوى، عدم نقل العدوى من المصاب الى الاخرين، لانه بصير البكتيريا هنا inactivated. لكن الكورس اوف ذا ديزيز غالبا ما بيتاثر. المره الجايه باذن الله حنتكلم عن اللي هو الليجيونيلا نيوموفيلا، وهذا هتكون يمكن اخر بكتيريا في المجموعه الصغيره هاي.